إذن هذه هي أجوانا زميل كريم في جزيرة صير بنعير، جميع سعيد مشارك مستانس ويقضي أجمل وأحلى الأوقات. يبالك تشارك إسماعيل. أصل لختم هذه النقلة أعود لك زميلتي ريم. شكرا. إن شاء الله أكيد أكيد إن شاء الله، بس بنغير إن شاء الله، وإن شاء الله أنا بفوز يعني عن فريق التلفزيون إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق يا إسماعيل، وشكرا لك على هذه النقلة الجميلة الحقيقة، نقلت لنا بعض أو جزء يمكن بسيط جدا من الأجواء الجميلة في هذه المحمية الجميلة وفي هذه الجزيرة البكر مثل ما ذكرت. أعتقد من أنسب الأماكن لممارسة العديد من الأنشطة الرياضية. شكرا لك إسماعيل. ننتقل مشاهدينا إلى تقريرنا التالي، حيث نظمت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ملتقى الشركاء في نسختها الأولى، والذي نظمته الهيئة بهدف تعزيز العلاقات مع شركائها في قطاع الصناعة الإعلامية وتبادل الخبرات الرائدة في مجال الإنتاج البرامجي المشترك. تفاصيل أكثر نتابعها في تقريرنا الأول، نتابع. بهدف تعزيز العلاقات مع شركائها في قطاع الصناعة الإعلامية وتبادل الخبرات الرائدة في مجال الإنتاج البرامجي المشترك، نظمت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ملتقى الشركاء في نسخته الأولى في فندق البيت بالشارقة. جاء ذلك برئاسة سعادة محمد حسن خلف مدير عام الهيئة، وحضور جمع من مديري القنوات ومديري البرامج وممثلي شركات الإنتاج الخاص، وذلك بهدف تعزيز العلاقات مع شركائها في قطاع الصناعة الإعلامية وتبادل الخبرات الرائدة في مجال الإنتاج البرامجي المشترك. يهدف هذا الملتقى لتوطيد العلاقات مع الأخوة شركات الإنتاج، وكذلك لتوضيح بعض النقاط المهمة التي تهم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون من خلال إنتاج هذه البرامج المشتركة التي تطرح رؤية جديدة تهم المشاهد من خلال قنوات الهيئة. تسعى هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون إلى جعل مثل هذه الملتقيات بمنزلة جلسات عصف ذهني للأفكار التي تسهم في تعزيز نجاحات الهيئة بكافة قنواتها، حيث ثمن سعادة محمد حسن خلف دور شركاء هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في الوصول بقنوات الهيئة وبرامجها إلى المراكز المتقدمة التي وصلت إليها. ملتقى الشركاء مع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ضاف لنا كثير اليوم، بيّن لنا توجيهات والدنا صاحب السمو حاكم الشارقة، وبيّن لنا أكثر أن هذه الهيئة هي رافد من روافد العمل المجتمعي في برامجها في ما تقدم، وكان التوجيه واضحا، الغاية ليست ربحية ولكن الغاية هي فائدة المجتمع من الكبار والصغار والطفل. الملتقى كان مفيد جدا لنا بصراحة بالتعامل مع قنوات الشارقة المختلفة، قنوات التلفزيون المختلفة، بمعلومات كثيرة تفضل بها سعادة الأستاذ محمد بما يخص احنا كشركاء العمل مع القنوات، تحدد الضوابط والمعايير وكل السبل اللي تخلي تعاملنا كإنتاج البرامج وكل الأمور المتعلقة بالقنوات أسهل وأسرع وبطريقة سلسة أكثر. يعني هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون تحرص على تقديم كل ما هو مميز بعناية فائقة وبلغة عربية وبمحتوى موثوق لتعزيز ثقافة المشاهد والمستمع، وتراعي أدق التفاصيل في إبراز المحتوى الذي يليق برسالة الشارقة الثقافية والحضارية.